عسام استرق، عسام استرق شنو قالك في التطورات الأخيرة خاصة على الفيلم نيديو نيمتر؟ ذا فيلم نيمتر، نيديو نيمتر اللي عملوه في أفريكا، واللي وزارة الثقافة عطات فيه 600 مليون باش يخرج، هو جزء من فيلم أكبر منه، هو تابع فيلم كبير. على البارح قلت أنا باش نتكلم وراه باش نكلمكم على الجران فيلم، راه الناس كل فوكاليزات معناتها على الفيلم، ليه؟ والفيلم قطعة من فيلم أكبر، الفيلم اللي أكبر شنو؟ هاو شوية إيسونس خليه تشعل، وقعدوا رايدين ردوا بالكم، اغزلوا ريتوا السلفيين، ريت البلاد ماش متعدية، هذا هو الفيلم. على خاطر نقعد باهت في هذا وزير الثقافة، توا شدوا حاكموا الناس اللي ضربت، وعليه ما يتشجش هو يتحاكم، وزير كي ياخذ مسؤولية باش يخرج فيلم كي هكا، يزمو يتحاكم في بلاد مسلمة. معناتها اسمعني لعبة ملعوبة، هاو كاريد وريتو كيفاش باش نقصيه، واحنا عايش تحبوا توا النهضة ولا تخلينا نعملوا كيما نحبوا واحنا الانتخابات ونعملوا ريجلو الدنيا كيما نحبوا ونشتهيوا واحنا. هذا هو الجران فيلم اللي لازم نفيقوا بيه. ورقاوة سي باش شنو هو ولا ما نعرف عليه، وزير الثقافة عطاوة بلدية كرتاج اللي كلها آثار، هو حقه نتاع آثار نتاع حجر، يتصرف في الحجر ما يتصرفش في بلاد ثقافية في الفترة هذه. ومن بعد قال والله ما في بالي كان جيت ونعرفه هكا، في من الأول وزير أنت كان في بالكش، وخرجت مظاهرات في كل بلاصة، في جندوبة نحاو ضربوا تونس وحطوا ضربوا السلفيين، ما تولات سرك في شطوط الناس هابطة مش بيك تعوم والعراء، هذا كله مخدوم من منش بيك، هذا كله من بارتي من الجران فيلم. هذوما السلفيين في شيء وما نظنش وحده، فما شكون يحرك فيهم، فما شكون يعيد فيهم ماديا، وفما شكون يمثل معاهم هو مش من السلفيين. انا ناكد لك وانه فما عناصر تخلص بالفلوس عامله نفسها سلفيين وهابطين للشطوط، فهوكا ردوا بالكم يا ابو لحيه باش يحكم فيكم، ها وتوليو كي تزاير ولا تخليونا هوكا لمن أو سيف. هذا هو الجران فيلم. استرق وين ترى باش يهزنا الشيء هذا الكل؟ باش يهزنا لوين باش يحبوا يحزونا. برشا عباد يقولوا لي لا هذه دعوه منك وقت يتكلم، لا مش دعوه، معناتها يلزمني رجل سياسي يقول على مواقفه قبل، انا مش مرك تميحي مع الرياح كل يوم. قلت انه الشعب التونسي سكران بالحريه وخمره الحريه كاسحه ماكش مستانس به، والسكر واحد يبدا سكران الله معفينا يهزوه من يده كيلو لايت صغير ويحطوه في البيت اللي حاجتهم به، البيت اللي حاجتهم به تمثيليه كبيره يلزمهم يعملوها لنا باش يحطونا فيها، ما فيها المجلس التاسيسي والانتخابات اللي جاي. هذايا كمال جندوبي هبطوه باراشوتي من فرنسا ويعمل في على انها باش تكون شفافيه. اولا ما فيها حاجه شفافيه، كلها فلوس مسخ، والناس اللي اختارهم في 3 ايام ومعناتها شيء ضايع، وبالقوائم وكثير من التونسيين عملوا لهم الانتخابات في كعبه الحلوي باش ننتخب، ايه من الانتخاب للانتخاب راه اللعبه محسوبه باش يخوفوا بالنهضه، والنهضه عندها ليستات اخرين معاه، حتى اذا كان يقولوا الحزب ما يهزش 30% عندها موروطو يعمل ليستات، عندها المرزوقي بورت بارول نتاعها ظهر، معناتها هاكا باش من بعد يولي مجلس تاسيسي هاكا نهضه. ردوا بالكم توا الدستور نعملوه ما نعملوش باش يبربزوها باش تزيد الحكومه الانتقاليه، الحكومه الانتقاليه لازمها تزيد، علاش؟ لانه جذور حكم بن علي ما خرجش، هما اللي توا مسيطرين عليه، وباجي خاسبسي ولا غيره ما ينجم يعمل حتى شيء. احنا شعب هضمنا وعدينا فؤاد المبزع رئيس دوله، وقلنا انا محمد الغنوشي ليه راهو باهي، من بعد ظهر شنو حكايته، معناتها بالباجي قايد سبسي ولا بغيره قاعدين نخلصوا في الفاتوره نتاع تنحيف بن علي. برشا عباد سامحوني يقولوا لي يعطينا برنامج مستقبل لتونس، ما عندنا حتى برنامج، ما عندنا حتى مستقبل، احنا جزء شو اللي عندنا مستقبل نخرجوا مع الفيلم هذا ينفقوا به
ونتصداو وقتها نجمو نحكيو على البرنامج. تترك شكون يمشي في الشيء هذا الكل؟ الفلوس. كلي تشاركوا مع بن علي كلهم وتوا يبكيو. ناس عملت مئات المليارات. والناس فوكاليزي على كمال طيف. لا كمال طيف عنده الخيوط والاخرين يسر. شنو عنده الخيوط؟ عنده الخيوط نتاع اللي تسخلوهم نسخلوهم معارضين يخدم بهم. عنده الخيوط في الداخليه يخدم بهم. عنده برشا خيوط. هو اللي جاب بن علي. وما نعرفش عليه محاكمة بن علي بلاش بهو، ما هو انت جبته قلت لازمك تحاكم انت الاولاني معاه. ولكن مش وحده، مليارات قاعده تصرف كل يوم في البلاد. مليارات يضخوا فيها باش بنديه، باش احزاب تتكسر، باش يكونوا احزاب، باش يحلوا الحزب 250 بيرو، كلها لعبه. كلها. الشعب التونسي يقول لك سحبنا نعمل. عندنا حلي. نكملوا نتفرجوا هكا. وانا ما نظنش كي راه غلال معيشه لبرا كيلو دجاج معدي 7 و8 آلاف تو هذوما الناس قاعده تلعب بالنار بعاد على الشعب. ما يعرفوش الشعب شي قاسي. الفقر زاد من وقت بن علي من تنحيه 14 جانفي. والناس هذوما اللي قاعده تلعب مصالح البلاد عندي قناعه باش يخلصوها الفاتوره. بن علي عنده طائرة وهرب، أما هما هنا باش يقعدوا يتحاسبوا. هذا متأكد منه. الشيء اللي راه فيه كله مش بالشد. وحركة الجمهورية الثانية كونتها معناتها مع الأمل باش تخدم، باش نبيعوا كورت وكل شيء باش يجي في وقته، معناتها باش نعلن عليه من الجمعة الجاية. هي في بيرسبكتيف من بعد ما تونس تدخل في الحيط، لأنها داخلة ما عندها وين ماشية بالشيء هذا، ما عندنا وين ماشيين، الحيط ماشيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.